ممكن أن ننضاد لحظة حلقة انشق كده تلاحظوا شق ونقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تنمشيو تنقلبوا على الفيديو ديالنا اللي فيه أنه تبان أن الحيطي يتشق، تناخدوه تنحملوه عندنا في البرنامج ديال فيلم ورا، تنقدوه على حساب الفيديو اللي كان عندنا، تنديروه تحت من الفيديو عندنا، من بعد تنكليكو على هذاك الزر اللي كاين اللي تبان لنا هنايا بالأحمر، ها هو تنشير ليه بهذا السهم، من بعد ملي تنكليكو عليه تطلع لنا هاد الصفحة، تنطلعو الأعلى في الشمال تنكليكو على هذاك الزر اجعل جزءا من المقطع شفافا، تنكليكو عليه تتحيد هذيك الخضورية اللي كانت في هذاك الفيديو ديالنا اللي في هذاك الشق. من بعد كي تلاحظوا هو كي تلاحظوا ان هذاك الشق والتي بان لنا في الجدار في الحيط، ولكن الا خليته هكا كاين في الحيط عادي منين ويندوز انا عادي يبان هو كاين من عادي يبان من فوقي انايا، داكشي علاش عادي خصني انني ندير شي طريقه اللي نجعلو تيبان هو من القدام وانا تندوز من وراه باش نبان انني تندخل في الحيط، داكشي علاش نوقفو هنايا فاش انايا واقف وكاين حدايا هذاك الشق وتناخد تصويره، يعني هنايا فاش كليكيت على هاد البوطون هنايا هذا راه ديال التصويره وتيعطيني التصويره، ملي تعطيني هذيك التصويره تنمشي لابحث عن هذا، يعني هذا الدوسي او هذا الملف نبحث عن هذا تعطوني هاد الصفحه، تنمشي تنقلب على هذيك التصويره اللي انايا صورت، ها هي كي تلاحظوا انها هي هذه تنشير لها دروك عاوتاني بالسهم، تناخذها وتنديها لهذا البرنامج ديال بانت، هذا البرنامج ديال بانت تنحاول به انني نحيد هذاك الجزء اللي كاين في ليسر ديالي اللي كاين في ليسر، وهانتوما كي تلاحظوا ان هذاك الجزء مسحته بالقومه اللي عندي انايا الفوق ورديته خضر، باش نعاود ثاني نهز هاد الصوره من بعد ما تندير لها اونغوجيستري تنهز هذيك التصويره وتنحاول انني ناخذها للبرنامج ديالنا، تناخذها للبرنامج ديالنا وتنوضع هذيك التصويره تحت الفيديو اللي انايا تنخدم به باش منين يخدم في هذيك البلاصه تيكون انايا كاين من الداخل وهذيك التصويره كاينه من كاينه قدامي، وتنمشي تنحيد هذاك الجزء اللي خضر هذاك الجزء الاخضر الجرين، وكي تلاحظوا انه تنولي تنبان انايا، ولكن هذاك الجزء اللي كاين في اليمن ديالنا هذاك الجزء اللي كاين في اليمن هذاك راه كاين قدامي، داكشي علاش ممكن انني ندوز من الخلف ديالو ونبانك بحال الا انايا تندخل في وسط الحيط. ودروك انا راه غادي ندير لكم الفيديو ديال الشق باش الا نتوما بغيتو تستعملوه في شي فيديوهات ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.